يوم الجمعة 1 مارس انتهت لجنة انتخابات أمين قسم القضية والعدالة بالقاهرة بمقر نقابة القضائيين من إجراءات جولة الإعادة بحضور كل من محمد بن تاج رئيس اللجنة، أستاذ جمال حنفي نائب رئيس، دكتور عمان أبو الحسن عضو اللجنة، دكتور سالم رمضان عضو اللجنة، أستاذ أحمد صبيع عضو اللجنة. وبعد خمس أصوات انتهت عملية الاقتراع طبقا للمحضر الآتي: إجمالي الحضور في الجولة الثانية 326 ناخب، الأصوات الصحيحة 325 صوت، الأصوات الباطلة صوت واحد. أسفرت نتيجة الفرز عن فوز الأخ الدكتور خالد حنفي الأمين بعدد أصوات 181 صوت، مع أخيه الأخ عاطف عبد الجليل السمري 144 صوت. في مكان الحمد 181 صوت، يكون عاطف السمري 144 صوت. ننضم لهذه اللحظة الإخوة المرشحين جميعا. الإخوة المرشحين جميعا يهنئهم ويدعو الأخونا خالد الفريق بالتوفيق في مسؤولياته كأمين عام لحزب القضية والعدالة بالقاهرة في المرحلة القادمة. وكرامس لبصمتكم على عماد القاهره
ويعني يعني لا يمكن حد يصعب انه ممكن يبدا من الصفر. كل ما قدم في الفتره السابقه ان شاء الله يكون مرتجع ويكون درجه ويكون سلمه نطلع ونعلى عليها كلنا. محدش يبدا من الصفر ابدا. انا احترم كل الافكار السابقه وكل البنود السابقه وكل الاوقات السابقه وكل الخطط وكل العقول اللي شاركت قبل كده. انا داخل على 12 امين مساعد اكثرهم منتخبين لا يمكن اشتغل لوحدي. بروح الفريق ان شاء الله نتقدم الى الامام وما ينسبش الفضل لشخص، لا الفضل ينسب لله سبحانه وتعالى ثم للفريق. الامر الثاني ان انا يعني كان في فريق وقف ورايا ودعمني في هذه الحمله الصغيره اللي بقالها اسبوع او اسبوعين. والفريق باكمله رفض ان اذكر اسمه في هذا الوقت. كنت احب ان انا اذكر اسمائه انما هم يعني علاقتهم بالله سبحانه وتعالى واخفائهم للعمل بدون لبس. انك لو مسكت الميكروفون وبقيت في صداره الامر نحن قدمنا جهدنا بدون ان نرغب حتى ان يظهر اسمنا. كلهم رفضوا ان انا اقول اسمهم دلوقتي. اليه كل تحيه وتقدير. اللي انا يعني قاعد فيه ان شاء الله ما قلته لسيادتكم وما كتبته في البرنامج. البرنامج ده كان حصيله يعني انها ورش عمل مصدره من اكثر 30 40 ورقه. ان شاء الله اعدكم ان احنا نرسم الصوره الحقيقيه بتاعت حزبنا. ان شاء الله ان تكون اكثر تعبيرا عن حضرتنا، عن اخلاقنا، عن انفتاحنا، عن مرونتنا. ان شاء الله تكون اكثر انفتاحا على المجتمع المصري بافراده، بطوائفه، باحزابه، باعماره، بمرحلته، بشبابه، باذن الله يبقى كده. بروح الفريق ان شاء الله نتقدم الى الامام. في الاخر انا اكون عند حسن ظنكم ان شاء الله اخوكم، خادمكم، او ابوكم، او ابنكم الصغير. والى اللقاء ان شاء الله. تحيه للجميع. اشكركم على يعني على وقتكم، على جهدكم. ولو كان يعني من اللائق ان اقول لاخواني المرشحين السابقين انهم يتفضلوا يوم الاثنين الجاي لو يناسبهم هذا الموعد، يوم الاثنين الجاي الساعه 7 في مقر مصر والسودان لنضع، عشان ما تفلتش من هنا الموضوع، لنضع هذه البرامج والرؤى والافكار. طيب